مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، مازال كنتواجدوا بمدينه الجديده وغنصادفوا واحد الفنان من قيدوم المسرحيين يعني في مسرح الطفل، هو مضيجي صالح او ما يسمى بعمي صالح. عمي صالح ولا مضيجي صالح؟ كيبارك يا عمي صالح. شكرا شكرا. اولا كنشكرك على هذه الاستضافه ديالك في هذه القناه ديال انفاس بريس، وكنشكر المستمعين ديالنا اللي هما العمود الفقري للتشجيع ديالنا وتجزاهم الله خيرا. وكذلك اش غادي نقول لك، السي فريد ديال ياسين ترك اولا فنان، وتلاقينا في عده مهرجانات ثقافيه ومسرحيه خاصه بالصغار وبالكبار، واليوم راك صحفي وهذا شرف لنا كبير. اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، الله يقويك والله يعطيك صحيحتك والله يزيد في مددك، لان بك انت وبحالك هما باش كاينين حنا الفنانه كنبقاو حيين فهمتي بهذا الاتصال، وجزاكم الله خيرا. شكون عمي صالح؟ يعني كاين الناس كيعرفوك كاين الناس ما كيعرفوكش، هذوك اللي ما كيعرفوكش بغينا نعرفو شكون عمي صالح. عمي صالح هذا الاسم جاء من عند الاطفال، الاسم ديالي صالح وجاء على عمي دريس الله يشافيه، الوقت اللي كيديروا هو مسرح ديال الطفل. انا ملي بديت المسرح ديال الطفل نادوا الاطفال بداو كيقولوا لي عمي صالح عمي صالح، وبقيت في هذا الميدان عمي صالح اطار مسرح الطفل. ومسرح الطفل هو مسرح ديال البراءه، يعني الاطفال هما اللي عطوك هذا اللقب ديال عمي صالح. نعم الاطفال هما اللي عطوني هذا اللقب، لان كنت كنتعامل معهم بواحد البرنامج اللي هو متنوع وعلى حسب ثاني العمر ديال الاطفال، كاين 4 سنين 5 سنين على حسب النظريات اللي هما كاينين. والنظريه الاولى ديالنا هي ديال الدين ديالنا اللي كتقسم الطفل على 3 مراحل، وهذيك المراحل كيفاش تتعامل معهم على حسب السيكولوجيه ديالهم، على حسب العلاقه ديالهم، على حسب الحب ديالهم، وعلى حسب التوجيه ديالهم. والناس حنا ربونا الله يجازيهم بخير في هذه المناسبه اللي علمنا وقرانا ووجهنا توجيه حسن الى الخير ومحب للعباد والوطن. فالطفل شي حاجه كثيره، ونطلب الله سبحانه وتعالى الله المسؤولين في البلاد يعطيوا القيمه لهذا الطفل، لانه هو رجل ديال المستقبل. وحنا كنشوفوا منك انت وغيرك 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 اللي باقي الان هازين هذا المشعل اللي هو في هذا الوقت الراهين، في هذا الوقت الراهين اللي لا ظروف ديال هذه الجائحه ولا ظروف اخرى. اذا كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا ويعتنيوا بهذا الفنان بحالكم. انا كان اولا كنحس براسي بانني فنان من درجه ثانيه. لماذا؟ لانني انا هاوي وعندي تقاعد ديالي من القطاع ديالي وعندي تغطيه صحيه. انا كنشوف فنان اللي هو من الدرجه الاولى اللي كيعطي وهو اللي كيقوم بالدبلوماسيه الحقيقيه عبر العالم. اذا هذا اللي رافع الرايه المغربيه عبر العالم يعني خاصو يكون عنده واحد دخل شهري وتكون عنده التغطيه الصحيه ديالو. وهذه راه السياسه ديال سيدنا راه حطها مؤخرا. طلبوا الله سبحانه وتعالى السيد الوزير الجديد ديال الثقافه ينفذ التوجيهات ديال سيدنا في هذه التغطيه الصحيه وفي الحقوق ديال الممثل كيف ما كان النوع ديالو، وجزاكم الله خيرا. كيف كتشوف الحال ديال المسرح دابا، لا ديال الطفل ولا ديال الكبار؟ وهو المسرح هنا يعني مقارنه مع السابق، يعني من الاعوام السابقه، وهو الازدهار ديال المسرح في المغرب كان من اواخر الستينات حتى الثمانينات، وكانت مدارس وكانوا كتاب وكانوا نقاد، لان اول حاجه اللي خاصهم يكونوا الكتاب بعدا فهمتي، وكانوا نقاد وكان هذيك، وكان المسرح مزدهر وحتى البنايات مشاو. مع الاسف دابا اللي حنا تربينا فيها هي ديور الشباب، دابا ديور الشباب ما بقاتش عندها قيمه مع الاسف. والدار الشباب هي اللي كتكون الطفل واللي كتكون الانسان، وهو المجتمع او المفقس الاول اللي قال سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني، وتكلم في عده توجيهات ديالو خطابات ديالو، منها اليوم الوطني للمسرح سنه 1992 وزاد الملك ديالنا الحسن الثاني محمد السادس عفوا نصره الله، اللي حتى هو دائما كيوقف مع الممثلين وكيعاون الممثلين. هنا بغينا ترجع لهذا الشيء ديال ديور الشباب ولا المركبات الثقافيه. والمسرح كينقسم على 3 حوايج، كاين المسرح بنايه اللي كيتكون فيها الانسان، وكاين المسرح اللي هو الرساله اللي كيقوم بها الفنان كيف ما كان النوع ديالو وعادك الجمهور. اذا مسرح بدون جمهور، مسرح بدون فاعلين، راه ما كاين والو. شحال انت في هذا المسرح ديال الطفل يعني من سنه دابا؟
وانا بديت المسرح مني كنت صغير اولا في المدرسه، وكانت انا ذاك السينما ديال الهواء الطلق اللي كانت كدور في المدن الصغيره. انا كنت في مدينه بن حمد وكانت كتجي السينما وكان كيشوفوا عاد المسرح ديال المدرسه. وديت المدرسه تقريبا من 67 68 وفين ما كيبان شي جيل. كانت عندي فرقه مدينه بن حمد انا سميتها جيل حمداوه فجي حمداوه، ودرنا المسرح وزدنا من تمايا ودوزنا التكوينات والتدريب اللي هي ما بقاتش. التكوينات والتدريب اللي كانت دار وزاره الشبيبه والرياضه في غابه معموره او في المدن او في الجهات، هذا التكوين هو اللي كيخلي الانسان يبقى صحيح. يعني العمود الفقري ثاني ديال المسرح هو التكوين، خاص يكون تكوين الشباب وهذا الشيء. ومبقات غادي في المسرح الهاوي ونحمد الله ونشكره. شاركنا في عده لقاءات وطنيه ودوليه، الجزائر، تونس، ليبيا، المانيا، اليابان، واليمن، بالتراث المغربي، بالتراث المغربي، شخصيه القراب، اللباس ديال المغرب، الاواني ديال المغرب. وحنا نحمد الله ونشكره وكنا متميزين. وفي هذه اللقاءات الدوليه في عام 1989 في مدينه الجديده دار المهرجان العالمي للمسرح اللي حضرت ليه اكثر من 160 دوله في مدينه الجديده وبعض المدن ديال المغرب، وكان عنده صدى كبير في العالم. كاينه شي مسرحيه جديده ديال الطفل جايه في الطريق؟ حاليا بالنسبه للطفل ما مهيئش، ولكن هيئت واحد المسرحيه بالنسبه للكبار وهي كومبارس هاد الزمان. كومبارس هاد الزمان اللي هي فيها شخصيتين، وهاد الشخصيتين المخرج والممثل اللي كيقوم بثلاثه الادوار، دور ديال الممثل، دور ديال المراه، ودور ديال الاعمى. والاعمى هو اللي كيعطي التوجيهات الحقيقيه، لان اعمى البصر ليس أعمى البصيرة، وكيعطي نقاط ديال الثقة، إعادة الثقة وإعادة الأعمال وإعادة رفع الراية المغربية بالعمل وبالتوجيهات الحالية، لا ديال سيدنا نصره الله ولا ديال سيد الوزير اللي واحد دابا واحد الخطط كثيرة باش يهز الثقافة. إذا خصنا نوضوا نمشيو في السياسة اللي غدا بها الحكومة خاصة باش نرفعوا الثقافة ديالنا والتراث ديالنا المادي والغير المادي في هذه البلاد السعيدة. رسالة منك للناس اللي مكلفين بحقل الفني بالمدينة الجديدة. الإخوان اللي مكلفين بحقل الفني كان جوج، كاين مسؤولين اللي في المدينة اللي هما المشجعين الأولين، لا من وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، الجماعة الحضرية ديال المدينة الجديدة، والعمالة خاصهم يديروا واحد المهرجان اللي ياخذوا فيه الاعمال الجاده ديال ابناء الاقليم كله، قوم من خرجوش هكوك، ابناء ديال الاقليم، تكون خاص الاقليم. وهذا المهرجان باش يبقى دائما العطاء، لا الكي في الكتابه، عندنا كتاب تبارك الله وصلنا عن به هنايا اللي هما عندهم عطاءات وعندهم كتب ديالهم وشاركوا في ملحمات وطنيه. ما خص دير شي ملحمه وطنيه ديال الدكاله، لان الدكاله غنيه بالتاريخ المادي والغير المادي وبالتراث ديالها. هذه الاولى بالنسبه للمسؤولين. بالنسبه للاخوان ديال اللي هو فنان كاتب حاجة، نطلبوا حاجه وحده، الله يجمع الكلمه ويوحدنا في يد وحده اللي هي خاصه بمستقبل ديال هاد البلاد والعباد والوطن. كنتمنى ان شاء الله نجيو نشاهدوا هذه المسرحيه اللي قلتي انت، يعني كتهيئ لها ديال كومبارس هذا الزمان، ياك؟ ان شاء الله نتمنوا نحرضوا، يعني نحضروا العرض ديالو ونديروا ليه ان شاء الله تغطيه باذن الله. بدون جمهور ما كاينش فن، بدون نقد ديال الجمهور ما نقدروش نزيدوا. حنا كفنانين خاصنا لابد الجمهور يكون حاضر، والسكوت ديالو في العرض كيبان بان راك العرض غادي مزيان، ومني كيصفق كيزيد يشجعنا، ومني كيسالي العرض بالنقد ديالو البناء كنصلحوا بعض الاخطاء وكنزيدوا اكثر فاكثر. راه بدون جمهور راه ما كاينش فن، لا سوا فن عام، حتى المعرض ديال اللوحات ديرو فنان تشكيلي اللي هو تا هو تراث، مني ما كيكونش الجمهور راه ما كيكونش ناشط. كلمه للجمهور ديالك، يعني يعني خصوصا الاطفال، اش تقول لهم عمي صالح من منبر ديال انفاس بريس؟
من هذا المنبر ديال انفاس بريس بالنسبه للاطفال وحتى الوالدين ديالهم، لان التربيه عند الوالدين على الوالدين ديالهم، ما كاينش شي ام وشي اب ما يبغيش ولده يكون يكون خايب، كل شيء كيف ما كان الحال. بالنسبه للاطفال بغيو بانهم يديروا الثقه في والديهم هما الاولين، واي حاجه عندهم يتشاوروا مع والديهم وينوضوا يبحثوا. تبارك الله وصل عندي دابا راه ولات بزاف الوسائل، فهمتي اللي كاينه، وينوضوا ينوضوا حسب التوجيهات ديال والديهم والاساتذه ديالهم، وينوضوا يجتهدوا وينهم. وكنعرف ان اطفال اللي هما صغار كتاب، وبالمناسبه انت جيتي، هذا ابني الله يرحمه اللي هو في عمره 14 سنه وكان لقيت عنده كتابات ديالو، وراهم شافوها الاخوان الله يرحمه في هذا النهار ويرحم جميع الاموات ديالنا، من الطفل الريان اللي هو دابا هز الرايه المغربيه عالميا، الله يرحمه الله يرحم، والله يجازي كل من هو ساند من قريب ومن بعيد وفي العزاء لهذا الطفل والعائله ديالو. هذا الشيء من هذا المنبر ديال انفاس بريس، تعزيه لعائله ريان والشعب المغربي كامل، تعزيه يعني لي، وصراحة يعني اش نقولوا، قدر الله ما فعل شعل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قلت لك هو من الكتابات ديالو، درت ليه كتاب لهذ الوليد، وغير في اللي كاتب هو في عمره 14 سنة انا ذاك مني توفى، على الوالدين اش كاتب؟ اسمع سمعني يا صاحبي، اشني غادي نقول ليك؟ ربي هو اللي خالقك وعان بيك، وشكون اللي والدك وشكون اللي مرضعك وشكون اللي مشربك ومكل وملبسك غير والديك؟ الله يرحم الوالدين ديالنا، الله يرحم الوالدين والدين المسلمين اجمعين. وكان الحوار معك الشيق سي صالح مضيجي او عمي صالح، تحياتي لكم من المدينه الجديده. شكرا.